كنت تعتبر كريستيانو رونالدو واحد من أشهر لاعبين على مر التاريخ لدرجة أنك تبلغ الثروة ديالو حوالي 500 مليون دولار. أي يا سيدي 500 مليون مليار دولار. فكريستيانو رونالدو كيتعرض لمجموعة من الضغوطات من بزاف ديال الشركات اللي كتحاول أنها تطيحو، إلى جانب أنه كيسني مع بزاف ديال الشركات بحال شركة باينانس وكذلك شركات أخرى، شركات العطور كذلك، إلى أنه ما كيلقاش بعض المشاكل في التجارة ديالو ولا في الإيكوميرس، إلى أنه غادي ترفع لي دعوة قضائية تقدر توقف المسيرة ديالو. أي سيدي كيف ما سمعتي، إلا بغيتي تعرف تفاصيل ديال الفيديو كامل شارك معايا فلاشين ودير لايك ويلا نشرح لكم بلان. كيف ما كتعرفوا على ان اي شركة عالمية وغتبغي كريستيانو رونالدو انه يسني معها عروض باش السلع ديالها تباع، لدرجة انه كتعتبر الشخص الاكثر تأثيرا من ناحية الايكوميرس ومن ناحية المبيعات في بزاف ديال المجالات، فلدرجة ان اي شركة تقدر تسني معها في لحظات قصيرة يقدر المنتج ديالها يدير بوم وتفرقع ويتباع بزاف، لاش انه وجهة عالمية لبزاف ديال الشركات كتفكر على انها تدير معها عروض. وهذا الشيء بطبيعة الحال اللي خلى شركة باينانس اللي كتعتبر ما بين الشركات الأكثر شهرة في عالم الـ NFTs وكذلك في عالم العملات المشفرة، وتخلي كريستيانو رونالدو يبدأ يبيع الـ NFT ديالو وصف من هذه الشركة ولوصف من هذا الموقع اللي هو مختص فقط ببيع وشراء العملات الرقمية وكذلك الـ NFTs. فحسب قناة سكاي نيوز العربية فإن كريستيانو رونالدو تعرض لمجموعة من الدعوات القضائية من بعض الناس بأمريكا، اي ان هاد الناس كيقولوا على انهم تنصب عليهم في واحد العمليه طريقه شراء الانفتيز اللي خاصه بكريستيانو رونالدو وسط هاد المنصه اللي دار لها كريستيانو رونالدو الاشهار على اساس انها منصه امنه واي شخص يمكن لانه يتداول فيها بلا ما تشلي فلوسه. وهاد الرموز هي رموز لشخصيه كريستيانو رونالدو على شكل رسوم، اي على شكل رسوم او كاريكاتير متحركه وتباع باثمنه باهظه جدا، لدرجة أنك يوصل الثمن ديال الانفتيز الواحدة ربما لمية ألف دولار واللي كيشريوها الناس على أساس الاستثمار. فتهمت هاد الشركة أو تهموا بعض الناس من اللي دفعوا واحد القضية أن كريستيانو رونالدو كيحاول أنه يروج لغسيل الأموال ديال الشركة وأنهم تنصب عليهم في طريقة العمل طريقة البيع وسط هاد الشركة.